بحلقة سابقة كان أحمد البتشار ضيف عندي وقال إنه زين المحمداوي عافني على مود بنيه. شنو صحة هذا الموضوع؟ أحمد البتشار كان ضيفي وقال إنه زين المحمداوي سبب خلافه وياه عافني على مود بنيه. إيه عفوا على مود بنيه ليش لا؟ شلون؟ صديقك. شلون؟ صديقك؟ أنا يغلط بحقي؟ إيه؟ عفوا على مود بنيه. طبعاً. شنو الخطأ؟ شوف البنية تمثل البنية تمثل نصف مجتمع كامل. صح. وأنا عندي البنية شيء كلش مقدس. نعم. أحب البنية، أنا أحب البنية، تمام؟ نعم. فمن تكون واحدة صديقة إلي ما يصير أنت تخدش مواضيع إلي خاصة قدامها. وهاي البنية شوف أنا راح أسولف للجمهور الموضوع. نعم. ولو يعني أعتقد ما يستحق أسولف تفاصيل. بس الناس حابة تسمع هذا الموضوع. أمانة يعني هي البنية ناس من الحمد لله يعني نعم من العوائل الزنقينة فأهلهم يعني أهل البنية كلش يحبوني كلش يحترمون فمن أسافر مثلا أدخل البغداد أو يصير وياي حادثة أو فتشي فيدزولي هدايا يعني بسيطة وهيك أمور فهذا صديقي دائما يعني يباوع على كل شيء يوصلني كل شيء هاي تمام وانا كنت رافض هذا الموضوع اصلا بس يخابرني شخص انت وين عن المندوب جايتك مثلا هديه منين العفو من شخص توصلني الهديه اقرا من فلانه بعد ما تقدر ترجعها ما تقدر نعم وانت علاقتك بيها كلش طيبه يعني انسانه يعني انسانه واو تعرف شنو مسلم انسان كلش حلوه تحترمها تقدرها أهلها يحبوك علاقتك بهم كلش نظيفة أنا حتى أهلهم يعني علاقتهم عائلية ويا أهلي أها إي بالضبط فما توصل المرحلة أنه أنت تتجرأ وتدخل على هاي البنية ترى السؤال كلش قديمة مال ذول الناس تعبانين تتجرأ وتدخل على البنية وتسمعها كلام مو حلو بحق زين يعني على مود شنو تعوز زينة وتجي تقول لك عافية وتحاشيك أوف ورجع قال لي أنا أعتذر هاي الرسالة موجودة أنا أعتذر وآسف وما أعرف شنو تركت الموضوع اللي غلط وياي غلطة صغيرة أنا إحنا نقول مسامح كريم وأنت كريم لا ما أسامح قبل شوي قلت الله يسامح إي بس هيك مواضيع ما أسامح أها والله العظيم ما أسامح طيب ممكن يوم من الأيام يعني اليوم يسوي شيء أكبر من هذا السواه وياي أنا شلون راح أثق به بعد شلون راح أسافر وياه شلون راح أقعد وياه تمام ممكن فلوسي تنقص يعني ممكن يصير غير شيء اليوم صديقك لو مو صديقك هو؟ لا مو صديقي بعد خلاص لا خلاص تمام تحياتنا لأحمد البتشار أكيد